نقانق لمريض السكر كيتو دايت، فليت دجاج نص كيلو وجبن 50 جرام وملح معلقة صغيرة، فلفل أسود نص معلقة صغيرة، وبصل مجفف معلقة صغيرة، وثوم مجفف معلقة صغيرة، وبابريكا أو فلفل حار حسب رغبتكم، أو ممكن نوضع لون طعام. صحنهم مثل الكريم، لا مثل هيك لازم يكون. نجيب نايلون الطعام وبنلفهم، نايلون الطعام بنلفهم جيد وهيك، نعمل كل الكمية. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. نوضعه بالماء لمدة 15 دقيقة وهيك، بعد 15 دقيقة ممكن نعمله جريل، أو ممكن نعمله مع الطماطم والبصل والثوم والفلفل الأسود حسب رغبتكم. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. بصراحة الطعم كتير روعة، بالخاص أنتو عملتوه بالبيت. بخصوص الخبز، هذا خبز بدون أي نوع دقيق. اللي ما شاف الوصفة، الوصفة موجودة تحت في أمان الله.